رضى بتحريف خطاب الرئيس بمدينة النعمة. جهود حكومية لتطوير الشوارع العمومية في نواكشوط تزامنا مع اقتراب موعد القمة العربية. بكت الأحواش حين تدوب الحياة العصرية في عمق الصحراء البدوية. أهلا بكم إلى تفاصيل جولة أخبار الساحل من العاصمة نواكشوط. اتهم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد المحم أحزاب منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض بتحريف مضامين خطاب الرئيس في مدينة النعمة. وأضاف المحم أن الاتحاد مستعد للحوار المنتظر، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الحزب بالعاصمة نواكشوط. رئيس حزب الاتحاد من الجمهورية سيدي محمد المحام بدأ مؤتمره الصحفي باتهام المعارضة بالهبوط بالخطاب السياسي واستخدام التعابير الجارحة وإطلاق فهم شرائحي متعسف على كلام رئيس الجمهورية في النعمة. رئيس ما تكلم عن تحديد النسل، ما تكلم، هاي العبارة ما جاءت على طرف لسان رئيس الجمهورية ولا خاوة من أحداها. رئيس الجمهورية وأنا الكلمات اللي قال حكما نعرضها، قال خالق حالة يعود درجاش كان بوه عبد والله جده من قدو نفهموها متأسفين لأنه ما يقدر يتركته من قدو نفهموها، قال إنه ما قدر يتركته به اللي كان تحت نير العبودية ومتأسفين لو تأسف لها حد. قال المشكلة الأخرى تصرفات الواقيش ما قد خالط عليهم العبودية وزارقين تركتهم ما قرأوهم ولا هم متحملين مسؤوليتهم. هذا في الحراطين الأمنية. وتابع المحم أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بصدد تنظيم حملة واسعة لشرح مضامين خطاب الرئيس، مؤكدا جاهزية الحزب للحوار وتأييده لما طرح الرئيس من تعديلات بالإضافة إلى المطرحات التي سيتقدم بها الحزب. وإن كان المحم رفض الإفصاح عن طبيعتها في رده على سؤال لتلفزيون الساحل. الساحل هي الفتحة المعارضة، احنا ما عيطتنا كلا ساحل تبارك الله بات البارح فاتحة المعارضة، احنا ما عيطتنا ما لا بحثوا لا 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 ما أقول لا ساحل هي البات فاتحة البارح المعارضة وقالوا لك اللي قد يقولوا تو الحمد لله انهم عدلوها انكم عدلتوها. رئيس حزب الاتحاد من وزير الجمهورية أعرب عن استعداده للدخول في الحوار المرتقب مثمنا المقترحات التي تقدم بها رئيس الجمهورية والمتمثلة في حل غرفة مجلس الشيوخ واستعداد مجالس جهوية للتسيير المحلي. ننتهز الفرصة ليعلن جاهزيتنا كحزب للانخراط في هذا الحوار اللي أعلن عنه الخطاب واستعدادنا الكامل فيه وفي الوقت المناسب واللي يحدد. ويعتبر هذا المؤتمر أول تعليق من طرف الأغلبية خاصة الحزب الحاكم على خطاب رئيس الجمهورية بمدينة النعمة الذي يرى بعض المحللين السياسيين أنه شكل منعرجا في مسار التطورات السياسية وسيكون له ما قبله. وفي نواكشوط دائما حيث تشهد هذه الأيام توسعة بعض الشوارع وإنشاء العديد من الأرصفة وذلك ضمن تحضيرات المرتبة لانعقاد القمة العربية المزمع انعقادها خلال الأشهر القليلة المقبلة. بهذه الحلة ظهرت حديثا صورة بعض الطرق الفرعية لوسط العاصمة نواكشوط، صورة تكتمل على كل شارع مع اكتمال بناء الأرصفة ووضع الأعمدة الكهربائية وغرس أشجار الزينة، علّه أحد الأمثلة لهدف عشرات الورشات المنتشرة هذه الأيام في جميع أحياء مركز المدينة، مما حول المشهد إلى خلية نحل لا يكاد يخلو منها مكان. يتعلق الأمر بالتهيئة التي تشرف عليها لجنة وزارية خاصة قبل انعقاد قمة نواكشوط العربية. اللي أدل هاي زين حتى واقب ياك مولي عاد لا كور لا روت تدفني أمبو لارج عاد واسع شوي عاد واتر قدر يمشو بس اللي جالا كون دي تري مالا بو ومسكيزي على فاسون دو بارلي خلق فرص عمل للعاطلين واستفادة شركات وطنية يعد أول الثمار العملية التي ستعزز قوة اليد الشرائية، فيما يبقى الأهم هو إنشاء بنى تحتية عصرية تساهم في دفع عملية التنمية الحضرية. القمة العربية التي باتت على الأبواب لم توفر الوقت على الشركات العاملة فواصلت ليلها بنهارها لإنجاز المشروع المتسارع قبل فوات الأوان، الأمر الذي يفسر تواجد العمال إلى أوقات متأخرة من الليل بهدف اكتمال البناء في الأجال المحددة.
تقلوا حق عندنا العمال الحمد لله اللي عيطنا حضروا فيه الترانزي ناس كاملة حضرت اللي مواطن وما هو مواطن ناس فر حضرت الحمد لله في العمل نستقلوا الليل ونهار راجع مع الولاية اللي وفقنا في عملنا وعدلوا عمل جيد وعود وزين وعود مالي هذا بشهود رحنا من أبناء الوطن مثلا هم المعدلين. وريثما تنعقد القمة العربية فإن نواكشوط قد تشهد نقلة نوعية في مجال التنمية الحضرية كانت عصية على الإنجاز إلى وقت قريب. ما يسبق القمة العربية قد يبقى لما بعدها حين يخدم التنمية الحضرية لمدينة نواكشوط. من وسط العاصمة نواكشوط أحمد نسيد أحمد الساحل تيفي. وفي سياق متصل بالقمة العربية عرب الرئيس الموريتاني في خطابه بمدينة النعمة أن تنظيم موريتانيا للقمة العربية يعتبر نجاحا كبيرا للدبلوماسية الوطنية حيث أن موريتانيا ستترأس للمرة الأولى في تاريخها القمة العربية. الدبلوماسية الموريتانية كانت حاضرة في خطاب رئيس الجمهورية محمد العبد العزيز أمام سكان مدينة النعمة. وعند الحديث عن الدبلوماسية فلا بد من التعريج على القمة العربية التي ستحتضنها نواكشوط نهاية يوليو المقبل، والتي أكد الرئيس في خطابه عن سعي موريتانيا لاحتضانها بكل ما أوتيت من وسائل. موريتانيا التي تستعد لاستضافة القمة العربية بعد شهرين دخلت الجامعة العربية متأخرة في 26 نوفمبر عام 1973، أي بعد 28 عاما من تأسيسها في مارس عام 1945، فقد وجه طلب انضمامها للجامعة بكثير من الرفض. وبعد الانضمام كان التطبيع مع إسرائيل القطرة التي أفاضت الكأس قبل أن تقطع العلاقات في قمة الدوحة في 31 مارس عام 2009. الدبلوماسية الموريتانية شهدت أحداثا متعددة على المستوى الإفريقي بعد أن كانت حاضرة وبقوة في عهد الرئيس الراحل مختار الدادا الذي كان أول رئيس موريتاني لمنظمة الوحدة الإفريقية، وفي عهده عقد أول اجتماع لمجلس الأمن في القارة السمراء. وفي 31 يناير عام 2014 تولى الرئيس الحالي محمد العبد العزيز رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال الدورة العادية 22 والمنعقدة في أديس أبابا بإثيوبيا في مأموريتين تميزتا بتدخله في الأزمة المالية، كما تولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وتم اختياره من هذا الموقع رئيسا للجنة الوساطة في الأزمتين الليبية والإفوارية. وبالإضافة للقمة العربية المزمع انعقادها بعد شهرين ونصف، احتضنت موريتانيا في الآونة الأخيرة عدة قمم لدول الساحل كان الأمن في المنطقة خيطها الناظم. وفي هذا الإطار يتنزل إنشاء مجموعة الدول الخمس في الساحل لتنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي على هامش قمة نواكشوط في فبراير 2014. من جهة أخرى شاركت موريتانيا في العديد من القمم كالقمة الأمريكية الإفريقية والقمة الهندية الإفريقية. الدبلوماسية الموريتانية الآن على المحك، والسؤال المطروح هل تنجح موريتانيا في تنظيم القمة العربية؟ سؤال يبقى الجواب عليه في رحم حبال الأيام. نظمت هيئة أصدقاء حبيب محفوظ مسابقة للإملاء باللغة الفرنسية لصالح نخبة من التلاميذ في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مختلف مدارس وإعداديات وثانويات العاصمة نواكشوط، ومن المنتظر أن تقدم نتائج المسابقة في 22 مايو الجاري. عندنا إملاء مسابقة إملاء بالفرنسية، مسابقة للتلاميذ والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي، ونختاروا نعاون إن شاء الله في أخبار التعليم في هذا البلد جمعية تساعد به. عندنا جوائز إن شاء الله تعالى بعدين لهنا بعد يوم 22 إن شاء الله لنقدمهم للمسابقين الناجحين الأوائل من المسابقة. تشهد مدينة بيكت الأحواش في ولاية الحوض الشرقي نموا متزايدا منذ إنشائها قبل سنوات، حيث تتمتع المدينة المرتمية في الصحراء بمقومات الحياة الأساسية والخدمية، وإن كانت الساكنة ما تزال تطالب بتحسينها أكثر. هذه مدينة بيكت الأحواش الواقع على بعد ما يزيد على 100 كيلومتر شرق مدينة النعمة، المنشأة منذ سنوات قليلة
تتوفر هذه المقاطعة على مركز صحي وإعدادي ومدارس ابتدائية ومراكز خدمية لاستفادة السكان من برامج الدولة وخدماتها. في هذه المدينة الجديدة العهد بالميلاد يتحدث السكان عن بعض النواقص والتحديات التي تواجه مدينتهم وإن كانت ما تزال في طور النشأة والبناء. نقص في الأساتذة الإعدادية، ثم لا للأساتذة والإعدادية من يلتعود تعود عندها 9 أساتذة، هي فيها نقص في الأساتذة. في مدينة بيكت الأحواش تتجلى الحياة اليومية في أبهى تجليات البداوة والارتباط بثقافة الريف، ورغم العقبات التي ما تزال تقف في وجه البرامج الخدمية وتحديات زحف الرمال المتواصل في المنطقة، فإن السكان يطالبون بمزيد من الاهتمام والمتابعة على المشاريع التي تسعى من خلالها الحكومة تطوير اقتصاد المدينة والرفع من مستوى الخدمات بها، وإن كانت خدمات الماء والكهرباء قد تجاوز الساكنة وأصبحت على المستوى المطلوب كما يقولون. وعندنا من المشاكل مرصتنا تقسمنا، مرصتنا تقسمنا، ولا يقبلون الرجال عن العلاج، وراه وفات قال في خطابه إن خطابه الأول تدشين المرصة، اعلن اللي عنده نمرو في بيكت الأحواش عنده صاحبه في المرصة. وعلى مساحة شاسعة تتمدد مدينة بيكت الأحواش على مئات الكيلومترات التي كانت من قبل تشكل مناطق مفتوحة على الحدود الموريتانية قبل أن تعمل الدولة على إنشاء هذه المقاطعة للحد من التقري العشوائي واستفادة السكان من خدمات الدولة. من مقاطعة بيكت الأحواش في ولاية الحوض الشرقي، الشيخ المد النجاشي، الساحل تي في. ختام نشرتنا أخبار الساحل قدمناها لكم من العاصمة نواكشوط، تذكير لمن فاتته العناوين. رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يتهم المعارضة بتحريف خطاب الرئيس بمدينة النعمة. جهود حكومية لتطوير الشوارع العمومية في نواكشوط تزامنا مع اقتراب موعد القمة العربية. بيكت الأحواش حين تدب الحياة العصرية في عمق الصحراء البدوية. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت ساحل.تي في. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله وحفظه، السلام عليكم.